هلو هلو مرة تانية، هيا بنا إلى النكهات الأسيوية الشهية المتوازنة المختلفة، واللي بيحبوا الأكل الأسيوي حتى وأنا بعمل وصفة معينة دايما بتكلم عن ضبط النكهات بشكل عام في المطبخ اللي احنا بنتكلم فيه. أول وصفة هنعملها النهاردة هي الشوربة، شوربة توم خاكاي. هي شوربة شبيهة شوية بنكهتها بالتوم يام، بس التوم يام ليها بيست، ليها معجون بنشتريه من السوبر ماركت مكتوب عليه توم يام بيست، زي معجون الكاري، ممكن نحضره بالبيت، خطواته طويلة، بس التوم خاكاي أبسط وأسهل من كده. هناخد النكهات اللي عايزينها من المطبخ التايلاندي، هي أكلة تايلاندية من المكونات اللي قدامنا دي. المطبخ التايلاندي شهير بنكهة الليمون وعشبة الليمون، فهتلاقوا عندنا زي ما قلت لكم الوصفة دي فيها عشبة الليمون، دي هي الليمون جراس، عشبة الليمون تتزرع بمصر، كل المكونات اللي قدامنا دي متوفرة في مصر، ودايما بنحط في آخر البرنامج مين المزارع والسبلايرز اللي بنجيب منهم كل المكونات، زي ما بقول لكم متوفرة في مصر بكل سهولة في السوبر ماركتات الكبيرة. انتوا هتسألوا عن المنتج نفسه، الواحد لما يعرف اسمه ويسأل عنه هيلاقي. هنستخدم النهارده عشبة الليمون، وانا مقطعاها شايفين بالشكل ده، عادة بندقها، بس في الوصفة دي بنقطعها كده بسكينة حامية بالورب. وعندي كمان ورق الليمون، ده ورق شجر الليمون، ورق الليمون العادي جدا. طبعا ريحة الليمون لو كسرت الورقة كده بتظهر بشكل مختلف، مفيش مزازة في الموضوع، في ريحة، ريحة الليمون لما نشم شجر الليمون. أكيد ناس كتير فرجوا علينا فاهمين أنا بتكلم في إيه، اللي بيحبوا الشجر والزرع، الورق اللي ريحة وبيدي نكهة. وبرضو عندنا الليمون اللي هو اللايم، برضو هيبقى جزء من الوصفة. عندنا الفلفل الأحمر الحراق، الجنزبيل، جنزبيل، وعندنا ثوم وبصل وبصل أخضر. هندخل النكهة إزاي هنا بدل ما نعمل بيست بالوصفة دي؟ هنبتدي في إن نحط زيت ونحمر فيه النكهات دي. عندي عشبة الليمون، هناخد شوية بصل أخضر، هنقطعه برضو كده بالورب. اوكي، خلوا الورق نحطه على الوش. اذا مفيش بيست، في نكهات هنعملها انفيوجن. انفيوجن انه نضيف نكهه على الزيت. الزيت اللي هنستخدمه النهارده هو زيت السمسم من المطبخ الاسيوي، هو من اشهر الزيوت، هو زيت الفول السوداني. مفيش اكيد عندهم زيت الزيتون تقريبا، لا يستخدموه خالص، زيت نباتي ممكن بيستخدموه كمان. هنحط الجنزبيل برضو، هنقطعه شرايح، ممكن نصغرها شوية كمان بس نقطعه شرايح كده، هتنقطعها كده نص بس. بتطلع ساعات القطعة الجنزبيل لأنها هتستوي بتطلع طعمها حلو، تبقاش حادة زي لما ناكلها لوحدها. عندنا كمان ثوم، حضيف الثوم، وعندنا الشالتس اللي هو البصل الأحمر. أوكي، حضيف برضو بصل أحمر، هاخد نص بصلة بس. وهتبقى هي ممكن شوربة تمخة دي من غير فراخ، تمخة كاي بالفراخ، ممكن تحطوا فراخ أو ما تحطوش، بس هي بتبقى وجبة متكاملة لأنه هنعمل شوربة بالنودلز، يعني هناخدها كمان لمرحلة تانية. إذا هنحط نكهات كمان، الفلفل الحراق أهو، وكل الإضافات دي أو بعضها هنضيفها برضو على الوش لما نيجي نقدم فريش. تمام كده، عندنا الفلفل والبصل، عشبة الليمون. تعالوا نبتدي بالزيت، ناخد الزيت على الحلة، كلها بحلة واحدة بتتعمل الزيت، ونديله النكهة من كل الإضافات. أول إضافة هنضيف عشبة الليمون، وانتوا اتكلمنا كتير واكيد فاكرين فكره انه دايما لما بنضيف الاعشاب، البهارات، يعني زي ما عملنا البرياني امبارح حطينا البهارات حمصناها، بترجع طعمها يبقى اقوى في الزيت، وبتدي الزيت نكهه زي ما استخدمنا امبارح زيت البصل. دايما ندي فليفرز، نكهات لكل العناصر اللي موجوده في الاكله. اذا حطينا الجنزبيل وحطينا عشبه الليمون، هحط الفلفل الحراق وهحط البصل. المطبخ التايلاندي فريجرنت، عطري، دايما الحاجات اللي بتتحط في الاكل التايلاندي بتلاقوها كده ريحه، زي ما قلت لكم الليمون والجنزبيل والثوم. والشوربه دي برضو هيتحط لها شويه سكر، هتبقى متوازنه. وهنضيف الحدوقيه يعني او الملح، من عناصر اساسيه في المطبخ التايلاندي او الاسيوي كمان بشكل عام، ونضيف شويه ملح لو احتاجنا. اذا احنا حطينا العناصر دي، تعالوا نقلب. مش هحكي لكم على الريحه، يعني عشبه الليمون من الحاجات اللي ريحتها قويه. هاخد دلوقتي الورق
ورق الليمون واكسره كده. بصوا شويه، ده بيساعدني تو ريليز الفليفر. زيوت الورق فيه زيوت عطريه طبعا، فهنحط الورق. اذا الليمون لسه، هنحط طبعا عصير الليمون عصره كده. فدخل زي ما قلت لكم بثلاث طرق. الزيت خد نكهه الليمون، قلنا دي توم خاكاي. انا عندي هنا صدور فراخ زي ما انتم شايفين، بسيطه جدا، مسلوقه ومتقطعه اهو زي ما انتم شايفين شرايح. هنضيفها في المرحله دي عشان برضو تشرب من الزيت، هي مسلوقه فقط، فتاخد من كل النكهات دي. اذا هي وجبه كامله متكامله، بالذات ان هنحط لها النودلز، يعني مش شوربه بمعناها التقليدي اللي هي لازم تبقى جنبها وجبه، لا هي وجبه، يعني هي بتبقى ستارتر الشوربه، حاجه مقبلات بناخدها لو هي في مطعم، لا دي ممكن نطلبها، كنت بطلبها كتير في المطاعم. خلاص هي دي الوجبه الرئيسيه، الكميه دي كفايه. تحسوه بوكيه من النكهات التايلانديه. انا حطيت بصل الاخضر. دلوقتي في المرحله دي ممكن نضيف الميه. احنا هنا في الطريقه التقليديه اعتقد هم عندهم شوربه سلق الفراخ، احنا هنستخدم النهارده مكعبين من مرقه الدجاج من ماجي، اللي هي هتدينا هتدينا نكهه سلق الفراخ وطعمها القوي الحلو. بس احنا هناخدها معانا لتايلاند، مفيش فيها اي حاجات هنا تخليها ما نقدرش نحطها في مطبخ تاني عالمي، مفيش نكهات طاغيه. نكهات التشيكن بروث او مرقه الفراخ البسيطه اللي ممكن نرسم بيها اي لوحه. انا بعتبر الطبخ رسم، اعتقد انتوا بقيتوا عارفين قد ايه انا وانا بتكلم عن الاكل بتكلم كده مش كانه مهمه او مهمه لازم نعملها، هي متعه ورسم وفن. فهحط مكعبين من المرقه ونحط الميه عشان نبتدي نعمل كابتشرنج، يعني ناخد كل النكهات دي في المرقه الميه اللي هنضيفها. الشوربه دي مقدار الميه بيبقى تقريبا هو مقدار لبن جوز الهند، ما بيبقاش لبن جوز الهند كميته قليله، لا بتبقى كميه كبيره. اتس كوكونات بيست سوب. التوم يوم ساعات تبقى يعني توم يوم بالكوكونات، كريمي توم يوم، او تبقى كلير، لا دي كده شوربه كلير. بس احنا هنا هنحط مقدار الميه قصاده مقدار الكوكونات جوز الهند. عندي هنا لبن جوز الهند، وقلت لكم هضيف توم كمان، هاخد معلقه صغيره كده من التوم، ما كنتش عايزه احمره فهضيفها هنا. توم المهروس لو اتحمر هيديني طعم، انتوا عارفينه الطش اول ما نشم ريحته في البيت، فمش عايزين منه البروفايل بتاع النكهه ده. اتعلمنا انه لما نشوي التوم ليه طعم، لما نقطعه شرايح ليه طعم تاني، لما نقليه ونعمله زي الشيبس ونحطه على وش الاكل زي ما عملنا امبارح ليه طعم تالت. نفس المكون، ازاي بنطبخه، ازاي بنتعامل معاه، بيدينا نكهات مختلفه. تعالوا نحط شويه فلفل ابيض. المطبخ الاسيوي مش هتلاقوا فيه فلفل اسود تقريبا، اغلب البيبري فليفر او نكهه الفلفل بتيجي من فلفل ابيض، او في حاجه اسمها سيشوان بيبر مش موجود في مصر نادرا، زي حب الفلفل الاسود كده، بس لما تدوقوه فيه طعم الليمون وفي لذعه غريبه كده، يعني في افتر تيست مميز جدا جدا. لو في حد مجربه هيفهمني، هحاول مره اجيبه لكم، بس ما بحبش اجيب حاجات مش متوفره قوي فانا بحكي لكم عنها. ناس كتير اتفرج علينا من بره مصر كمان، بحييه بسلم عليهم وبنقل لهم تحياتنا، بس الفكره انه نتعرف ايه الموجود ونتعلم ازاي نلاقي له بدائل. هنا احنا حطينا الفلفل الاسود الابيض، تعالوا نحط برضو النكهات. قلنا هنحط شويه ليمون اهو، وهنحط شويه فيش صوص. فيش صوص استخدمتها كتير، اللي هي صلصه السمك بتبقى سايله اهي، ودي بتبقى طعمها قوي، بتضيف امامي اللي هي النكهه العاليه جدا اللي ما نقدرش نلاقي مصدرها، زي لما نضيف الانشوجه على اكله ما فيش فيها سمك. نضيف السجق اللي هو الصوص اللي بنعمل البايية، بنضيف لها السجق في الاول، اضافه نكهه بتدي طعم فوق كده قوي مطاعم وطعم الصح من غير ما تبقى طاغيه، بس بتظبط النكهه. نطلع فاصل نرجع نكمل بقيه الاضافات ونحط الجزء الهند ونخلص الوصفه دي عشان نبتدي بالدمبلنجز الشهيه. شوني وانا بقول بالمتوازنه انه نسينا نحط سنه السكر اللي محتاجين نحطها على الشوربه. هحط شويه السكر، معلقه سكر واحده، مع الليمون
مع الصويا والفيش صوص وسنة السكر هتدينا نكهة متوازنة. اهي النودلز ابتدت خلاص، نودلز دي انستنت نودلز سريعة ما بتاخدش وقت، قلبها اهي يلا نسيبها تستوي تكمل سوا. ننزل بقى الشوربة خلاص على وشك انها تستوي. انا في المرحلة دي هضيف لها ايه؟ قلنا هنضيف المشروم. نضيف المشروم وهضيف بالاخر، لانه لو لاحظتوا الوان اللي حطيناها في الاول قلت جدا، هضيف بالاخر كمان ورق الليمون اهو، عشبة الليمون كمان شوية اللي في الاول لونه اتغير ادى الطعم كله. خلينا يكون عندنا شوية فريشنس اهو، نقلبهم نرجع بعد الفاصل نغرف الطبق ده والدمبلينج. تعالوا قبل يلا نغرف الشوربة اللي ريحتها مالية البلاتو، يا ريت اقدر اوصل لكم الريحة العطور الكتيرة اللي فيها. هاخد شوية اول حاجة من النودلز عشان اضمن انه الطبق فيه كمية من النودلز، بس ده كتير، دي كمية كبيرة. هنقل شوية عشان يبقى فيه، هي قلت لكم ولا هي شوربة ولا هي نودلز، هي بين البنين ومشبعة. اذا حطينا كده النودلز، تعالوا ناخد من الشوربة بالمشروم بكل حاجة بألوانها الحلوة دي، وهتلاقوا في إضافات أنا حطها جنبي عشان نضيفها على الوش. ننظف الطبق طبعا عشان أنا بس النودلز تبقى ماسي وإحنا من نغرفها أهو. تعالوا خلاص خلوني أحط الشوربة دي ورانا. حضر الشتاء فحضرت الشوربة بأنواعها وأشكالها. نضف الطبق. الإضافات اللي هنضيفها كالآتي، هنحط شوية بصل أخضر اللي قطعناه بالأول، نفس الإضافات اللي حطيناها في الأول، شوية فلفل أحمر، شوية ليمون جراس فريش وكريسب كده تدينا قرمشة، ورق ليمون عايزها حاجات يعني محنتفة، عايزاها كده بسيطة. واللي بتضاف لها بالآخر ولازم ومش جارنش وحوزعه كده هو ورق الكزبرة الخضرة، هو مش للتزويق هو للطعم. إذا دي شربتنا للنهاردة التايلندية الشهية اللي مليانة نكهات. وبدل سلق الفراخ استخدمنا مكعبات المرقة من ماجي واديناها كل النكهات التايلندية الشهية. أول طبق أهو بقى جاهز.